الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الإخوة الأفاضل والآباء الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الناس من لا يشكر الله، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأولاً، نشكركم جزيل الشكر على استضافتكم لنا، وعلى إكرامكم وحسن ضيافتكم، ونقول لكم جزاكم الله خيرا. وأيضا نشكر الإخوة القائمين على أمر هذه المحاضرة، ونسأل الله العلي العظيم أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. وده يا أخواننا من عمل الخير، إن الزول يكون داير الخير لأهله، يقدم الخير لأهله. وأفضل خير يقدم الإنسان لأهله إنه يقدم لهم دين ربنا سبحانه وتعالى، لأن الدين ده أغلى شيء بيملك الإنسان، أغلى وأفضل من إنه ذول يقدم لكم مثلا يبني مستشفى ولا مدرسة ودعم الخير، لكن أفضل منه الدين. ليه؟ لأنه الدين يا جماعة فيه سعادة الدنيا والآخرة، الاثنين ديل، سعادة الدنيا والآخرة. وربنا سبحانه وتعالى قال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم، جاء يقدم لأهله خير، قال لهم: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فنقول لهم جزاكم الله خير على ما قدمتموه لأهلكم في هذه الفرصة التي أتيناكم فيها. ونحن يا جماعة ما جايين عشان يعني نشتم ذول، ولا عشان ننبي ذول، ولا عشان نسيء لذول، وإنما نريد أن نقدم لإخوتنا وأهلنا، نقدم لهم دين الله سبحانه وتعالى، الدين الصافي، الدين النقي الذي هو في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا دا أتكلم عن آية صغيرة جدا، وأفتح بعد ذلك الفرصة للمشايخ من بعدي، شيخ إبراهيم وشيخ محي الدين. الآية دي يا أخواننا في سورة الكهف، ربنا سبحانه وتعالى يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الآية دي يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا فيها حاجتين: شيء بيكون في الدنيا وبيزول، وشيء بيبقى لك في الآخرة وبتستفيد منه في الآخرة. قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، بعد ذاك الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وأصلا الآيات دي يا أخواننا بتتكلم أو بتبين للناس حقيقة الدنيا، لأن الدنيا دي يا أخواننا الإنسان لا بد أن يعرف حقيقتها. في ناس بيتولدوا في الدنيا دي ويموتوا لحد ما يموت ما يعرف حقيقة الدنيا دي شنو، حقيقتها شنو. انت دا تعرف حقيقة الدنيا بتلقى حقيقتها في القرآن الكريم. الآيات دي ذاتها قبلها، الآية دي قبلها ربنا سبحانه وتعالى قال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. دي الدنيا باختصار كلها، ربنا سبحانه وتعالى مثل لنا بمثل بسيط وكلنا بنفهمه، والمثل ده مثل حقيقي ومثل واقعي ومثل بيمثل لك الدنيا. ربنا قال: الدنيا دي كلها زي الموية، موية المطر نزلت من السماء، جات الواطة قومت الأزهار، بقت يانعة، بقت مخضرة، بقت جميلة، لها بعد ذاك الحصل لا جنو. ربنا قال: فأصبح هشيما تزروه الرياح. دي الدنيا يا جماعة،
بتقبلك حلوة في زمن بسيط وزمن يسير، لكن في النهاية كلها بتنتهي. أي نعيم أنت يكون عندك له في الدنيا دي، أي نعيم سواء مال سواء كان أزواج سواء كان غيره، بيكون فترة بسيطة. يا إما أنت تموت تخليه، يا إما هو يزول منك. عشان كده ربنا قال فأصبح هشيما تزروه رياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. بعد ذاك ربنا قال لنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال جميع أنواع المال، الأموال أموال النقود والعروض وغيرها من الأموال، البهائم وغيرها. بعد ذاك ربنا قال والبنون الأولاد، دي زينة الحياة الدنيا. ولاحظوا هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر البنون الأولاد وما ذكر البنات. ليه؟ العلماء قالوا لأنهم يعني زمان كانوا يحتقرون البنات ويعتبرون الأبناء يعني الذكور هم زينة الدنيا. كانوا البنات ديل بهينوهم إهانة شديدة جدا. ربنا قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى، واحد قالوا له جابوا لك بنت، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أول ما يقولوا له جابوا لك بنت وشد بك بأسواد وقلبه بيتملي غيظ. ليه؟ قال يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. بيعتبر انه لما نجي يقولوا له جابوا لك بنت دي بشارة سيئة جدا، داري دسة من الناس عشان ما يجي يقول لي انت جابوا لك شنو، الله جابوا لي بنت، بخاف من الحتة دي. أيمسكه على هون البنت يمسكها وهو في ذلة ومهانة، أم يدسه في التراب يمشي يدفينه؟ كلنا بنعرف انه زمان كانوا بيدفنوا البنت زي ما ربنا قال وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أما يا جماعة الإسلام دين الإسلام أعطى المرأة وأعطى البنت حقوقها كلها وكرامتها. ربنا سبحانه وتعالى لم يترك للمرأة حقا إلا وأعطاها إياها. أي حق المرأة بتستحق أداها في الميراث كويس. في هم زمان المرأة في الميراث مش ما كانوا بورثوها، كانوا بدخلوها هي ذاتها جوا الميراث. يعني يقول لك التركة بتاعتك عندك والله 3 بيوت ودكانين وعربية، ويقول لك معهم 3 نسوان بيدخلوها جوا التركة جوا. ربنا سبحانه وتعالى أدى المرأة حق في الميراث، هي ذات عندها نصيب كأخت وكأم وكزوجة. ربنا سبحانه وتعالى أداها حقها. وربنا سبحانه وتعالى عندما تكلم عن البنات قال جل وعلا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا. شوفوا بدأ بشنو يا جماعة، يهب لمن يشاء. أول شيء قال يهب لمن يشاء إناثا، عشان كده ذكر بعض العلماء قالوا إنه الزول اللي بيبكر بيبت دي ولادته ميمونة، لأنه ربنا في هذه الآية بدأ فقال يهب لمن يشاء إناثا. وقال عليه الصلاة والسلام من ولي ابنتين، من ولي ابنتين فأحسن إليهما، يعني جابوا لك بنتين أحسنت لهم ربيتهم تربية تمام التربية الإسلامية الصحيحة كويس، فأحسن إليهما قال عليه الصلاة والسلام كن له سترا من النار. شوف الفضل ده عظيم كيف. وقال عليه الصلاة والسلام من عال جاريتين بنتين عُلتهم لحد ما يبلغن، قال عليه الصلاة والسلام من عال جاريتين حتى تبلغا قال كنت أنا وهو كهاتين وضم إصبعيه. والحديث صحيح مسلم. فالإسلام يا جماعة أدى المرأة كرامته، عشان كده ربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. لأنه في ناس بيتضايقوا الواحد مين ما يجيبوا له البيت، ما زمان أسي برضو الموضوع ده حاصل، واحد ربنا يكرمه يديه الولدة الأولى بيت، الثانية برضو تجيه بيت، الثالثة
برضه تجيبه بيت بعضها يتضايق، يقول لك يا اخي المره دي بس بتاعت بنات، شغاله لنا بنات انا حقه اغيرها ولا يتزوج فيها يتزوج. لكن السبب ما هي، بعضهم قال المرأة كالأرض تنبت ما يلقى فيها، تنبت ما يلقى فيها. وده في النهاية يا أخواننا شغل ربنا سبحانه وتعالى، زي ما ذكرنا لكم الآية، ربنا قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. في ناس ربنا بديهم بنات بس، وفي ناس ربنا بديهم أولاد بس، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. ناس الله بشكل لهم أولاد وبنات. بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ويجعل من يشاء عقيما. في ناس ربنا سبحانه وتعالى بيختبرهم، ما بديهم لا ولد ولا بنت، يجعل من يشاء عقيما. لكن أخواننا دمنوا اللي بيجعل من يشاء عقيم ده ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي الذرية وما تتقص وتمشي تفتش لك زول عشان يديك الجنة. لأنه في ناس الواحد لما ربنا ما يرزقه بالذرية طوالي بيمشي للبشر، بدل ما يلجأ لرب البشر بيلجأ للبشر، يقول لك انت لسه ما بقيتوا ثلاثة، لا ما بقينا ثلاثة، يقول لك والله في فلان الفلاني البيجاي ده بدي الجنة، بدي الجنة امشي له. يقول لك كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد، كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد. يعني هو اللي بيدي الولد، بيمس تفل كم أدى طفل، مس كده وتفل بدي الطفل قال. وده كله يا اخواننا كذب واستغفال للناس واستحقار للناس، ده يا اخواننا ما دين الله سبحانه وتعالى. والغريبة ديل بيقول لك ده الناس الدين، يا اخي انت الدين ده مش ربنا نزله في القرآن والسنة؟ ايوه ربنا في القرآن قال يهب لمن يشاء، يهب ده من الله سبحانه وتعالى، ما انت، انت هل انت افضل ولا زكريا عليه السلام؟ اسأله سؤال، انت افضل اللي بتقول على نفسك انت ولي، انت افضل ولا زكريا؟ زكريا ده نبي رسول كريم، ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه ما اداه ذرية فترة طويلة جدا لحد ما كبر، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. شوفوا ده قال أنا كبرت كويس، تاني حاجة مرتي عاقر، ده بمقاييس الدنيا كده ما بيجيب تاني، كبرت خلاص بقيت كبير والمرأة أصلا عاقر تاني ما في. لكن عمل شنو؟ دعا ربنا سبحانه وتعالى، لأنه يعلم يقينا أن الذي يهب الذرية هو الله جل وعلا. وكان في زمن، في زمن زكريا عليه السلام كان في مريم، ومريم دي صالحة من الصالحات. مريم كانت ولية، وربنا سبحانه وتعالى كان بيكرمها بكرامات. ربنا سبحانه وتعالى قال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، ده جبتي من وين؟ والرزق ده العلماء قالوا فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، ودي كرامة، وإحنا ما بننكر الكرامات، في كرامة في الدين. لكن ربنا بيكرم منه، بيكرم الصالح، ما بيكرم الزول الما صالح. وبتعرفوا كيف صالح من ما صالح؟ بتشوف حاله، تعرضه على الكتاب والسنة. فربنا سبحانه وتعالى زكريا عليه السلام لما شاف مريم عليه السلام ربنا أكرمها وهي صالحة ولية لله سبحانه وتعالى، قال لها أنى لك هذا؟ قالت شنو؟ قالت لها ده إحنا طبعا إحنا الأولياء والحاجات دي عندنا عادية، السادة السادة، إحنا السادة، وإحنا البنطير في الهواء، وإحنا اللي بنمشي في البحر، إحنا الحاجات دي عندنا عادية. لا، قالت هو من عند منو؟ من عند الله، ده الرزق ده ربنا أداني له. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ربنا قال هنالك دعا زكريا ربه،
ليه دعا زكريا ربه؟ لأنه الأكرم الله، وإنت دايم الله يكرمك أدعو الله. ولاحظوا زكريا عليه السلام ما دعا مريم، ما هي أكرمة وعندها كرامات، لكن ما دعا مريم. الليلة الناس كتار لما يشوفوا فلان يقول لك والله فلان ده عنده كرامة، كرامته شنو؟ والله يطلع كراعه من جوا القبر، طلعها برا، دي كرامة سي؟ احنا نستفيد شنو؟ يطلع كراعه، واحد يقول لك طلع شنبه، واحد يقول لك من كراماته انه يصلي العصر في الكعبة. هو ما بيصلي، هو ما بيصلي، ما يغشك يقول لك بيصلي في الكعبة، ما بيصلي العصر ابدا. فإذا ذول أكرموا كرامة حقيقية، ربنا أكرمه، تقوم تدعو الله سبحانه وتعالى، لأنه ربنا الأكرم، ربنا الأكرم تدعوه جل وعلا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وذول البدعوا بدعوا غير الله سبحانه وتعالى، الأموات زي ما بنشوف في بلدنا كثير، في كثير من ال من 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 بقاع السودان وغيرها خارج السودان، ناس بدل ما يلجأوا لله سبحانه وتعالى طوال يمشوا للميتين، يكون عنده حوجة ذرية، عنده مال، داير له مال، داير له أي حاجة، يمشي لزول الميت. وربنا سبحانه وتعالى قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فخلاصة الكلام، ربنا سبحانه وتعالى قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أنا أتوقف إلى هنا وأقدم.